الحقيقة النهاردة جايين لكم بشرى، ما اعرفش بشرى خير ولا لا، زي بتاعت الجسم كده. مصر فازت بجائزة يا اولاد، الجائزة الماسية والذهبية. هتقول لي في بطولة ايه؟ اقول لك لا، مش في اي بطولة، دي حاجة كده اهم وتهم كل المصريين. فازت على مستوى الوطن العربي بالجائزتين دول، الذهبية والحاجات في مجال الصحة. الخبر اهو، الخبر اهو، فين الخبر؟ مصر تحصد الجائزتين الماسية والذهبية في سلامة المرضى والتحول الرقمي. يا سلام، قال لك اه زي ما قريت في الخبر كده. مش انت قريت الخبر؟ مش تعرف تقرا الخبر؟ بيقول ان الجوائز دي لمستشفيات باين منها انها مستشفيات خاصه ودوليه. يعني انت يا مواطن، يا كحيان، يا عرقان، يا بتاع حزمه البقدونس، انسى القصه دي، ما تقدرش تهوب ناحيتها ولا تدخل من بابها، عشان انت مالكش عند السيسي. انا قلت لك، اصل حد هيطلع يقول لك هو سيسي يعني شايف نفسه فاشل؟ اه شايف نفسه فاشل. انا بقول لك، اصل هتقول لي منين؟ هقول لك، واحد يطلع يقول ان احنا بنعيش اجواء 67 يبقى ده اعلان انه فشل. اول مره سيسي ينطقها، ان احنا بنعيش اجواء 67، فده معناه انه فاشل، معناه انه هو بيعترف بفشله. ثم كل التقارير حواليه، يعني ده عنده قروض لو ما اقترضش تاني هيسددها سنه 2071. يا مين يعيش بقى لسنه 2071؟ فهو مش في دماغه انت، ولا شايفك اصلا، اصلا انت مالكش عنده قيمه. يعني انت لا ليك سراير ولا علاج ولا دواء، وممكن تموت على ابواب المستشفيات عشان انت مالكش فيها انت اصلا مكان. وممكن ما تلاقيش حد يكشف عليك ولا يهتم بيك، زي ما حصل مع الست دي او البنت دي، راحت باختها المريضه وما لقيتش حد يكشف عليها في مستشفى، في مستشفى اليوم الواحد. قدام الجامعة المستشفى في اليوم الواحد، واختي بتموت جاي من المستشفى تعبانة درجة حرارتها نار، انه حد يكشف لها جوه؟ مفيش مستشفى ولا في تحليل ولا في محلول ولا في اي حاجة، طالعة من ما بتموت ترجيع، انه في دكتور يعالجها؟ مفيش دكاترة، مستشفى اليوم الواحد لازم تجي. يا استاذة، مستشفى اليوم الواحد تقريبا بتقفل بعد ما تفتح، يعني مستشفى اليوم الواحد يعني فتحت الصبح قفلت بالليل. طيب ما لقاش دكتور يكشف عليه في المستشفيات، اكيد هتضطر تروح لعياده دكتور بره، مش كده ولا انا فاهم غلط؟ لو معاك قرشين شويه هتروح للدكتور. احب اقول لك ان الدكاتره واقعين في خناقه كبيره جدا مع السيسي وعصابته، اللي عايزه تطلع منهم سبوبه، عايزه تحول العيادات من سكني الى اداري. تفرق كتير يا حبيبي على راي الست نجاة. انت لما تيجي تطلع تليفون تجاري غير لما تطلع بتاع بيت، ده له رسوم ودي لها رسوم. انت لو جيت حولت المكان بتاعك من سكني بتدفع قد كده، اداري بقى بتدفع قد كده. فهو عايز كل دكتور يطلع منه بمئة ألف أهيف بلبل، مئة ألف جندي. لا، ده الحد الأدنى، ده في 250 ألف جندي يعني جنيه. عايز ترخص عيادتك ترخص إداري وتدفع بقى حسب الموقع والمكان والحاجات من 100,000 إلى 250,000 جنيه، مش مرة وتمشي. فهو عايز يعمل مصلحة بقى من القصة دي. ده اللي كشف عنه نقيب الأطباء. اسمع نقيب الأطباء بيقول إيه؟ دلوقتي الاطباء سجلوا ورخصوا عياداتهم وفق صحيح القانون، ومحدش قال لهم ساعتها لا انت الشقه دي سكني او اداري، زائد ان هو طلب منه يقدم لا اما عقد ايجار لا اما مستند ملكيه، وقدمه بالتراخيص وحصل على الرخصه. ما ينفعش اجي انا بعد سنه ولا اثنين ولا 10 ولا 20 30 سنه حتى في بعض الزملاء واقول له لا ده انت كان المفروض تبقى اداري، تعالى تصالح وادفع من 100,000 مثلا لو العياده 100 متر، من 100,000 ل 250,000 جنيه. ده ازعج الدكاتره جدا. انا ما عملتش غلطه عشان اتصالح عليها، وانت ما طلبتش مني في قانون المنشات انه تبقى وحده اداريه مش سكنيه. وبالتالي انت عايز تحط شرط انه يبقى العياده في وحده اداريه مش سكنيه، حطه على غير قانون المنشات، حطه على العيادات اللي هتسجل من جديد، او اشترط موافقه الحي، لم يكن موافقه الحي شرط لترخيص عياده. ده ضرره ايه؟ عشان سؤال حضرتك ده سؤال مهم جدا. اولا ضرره انه انا هدفع الاطباء هيدفعوا من 100,000 ل 250,000 جنيه من غير بدون وجه حق اطلاقا. نمره اثنين، انا لو تكلفه العياده زادت عليا
هعمل ايه؟ هحملها للمريض. اي زياده في تكلفه العياده على المريض على المريض وظروف المريض لم تعد تسمح بذلك. يعني المريض اللي كان بيروح عياده خاصه بدا يروح مستوصفات شعبيه، واللي كان بيروح مستوصفات شعبيه بدا يروح المستشفيات العامه الشبه مجانيه. في حد الحقيقه دكتور بعت لي رساله عايز اقول لك عليها، دكتور نقيب الاطباء، بس خلينا نشوف ابرز تصريحات نقيب الاطباء اللي نشرتها الصفحه الرسميه لنقابه الاطباء النهارده. ابرزها بتقول ايه؟ ابرز تصريحات نقابه الاطباء لبرنامج الحكايه: العيادات اماكن خدميه ليست تجاريه او اداريه. فوجئنا بقيام المجالس المحليه بعدد من المحافظات بانذار الاطباء للتصالح على عياداتهم وتحويلها من سكني لاداري. الاطباء في العيادات تلقوا تهديدا بقطع المرافق عن عياداتهم حال عدم التصالح. بعض المحافظات قامت بتشميع عدد من عيادات الاطباء دون حتى توجيه انذار. نقابه الاطباء اكدت ان العيادات مرخصه ومسجله لدى الدوله وتخضع لقانون المنشات الطبيه. قانون المنشات الطبيه بينص على ان اي عياده خاصه لابد من تسجيلها في النقابه المختصه ثم الحصول على الترخيص من اداره العلاج الحر بوزاره الصحه ممثله للمحافظه. لو الدكتور مصطفى جويش معانا يبقى كتر خيركم يا جماعه، الموضوع ده مهم. رخصه العياده مختومه بختم النسر وموقعه من السيد المحافظ او وكيل المحافظه. الاطباء قاموا بترخيص عيادتهم وفق صحيح القانون. الاطباء لم يرتكبوا اي مخالفه للتصالح عليها. اي زياده في تكاليف التشغيل سيتبعها زياده على المريض. الظروف العامه للمجتمع لا تحتمل مزيد من التعقيدات، خاصه انها تعقيدات دون وجه حق. ما هي الفائده من تحويل العياده من سكني لاداري غير تغريم الطبيب؟ العيادات التي ترتفع فيها اسعار الكشوفات لا تمثل 1% من عيادات الاطباء. لدينا 79,000 عياده خاصه في مصر شريك في تقديم الخدمه الطبيه للقطاع الحكومي والاهلي. في غياب العيادات القطاع الحكومي حتى لو تليفون يا بيبو، يعني مش ضروري فيديو، لان انا عندي يا راجل والله العظيم، في غياب العيادات القطاع الحكومي لن يستطيع الكشف على المرضى من 60-70% من الكشوفات في الحالات غير الطارئة تتم في العيادات. الأطباء يدفعون ضرائب تحت مسمى مهن حرة غير تجارية. الخدمات الموجودة بالعيادة من كهرباء ومياه وتليفون جميعها تدفع تجاري. في رأي تاني بيقول لك يا عم الدكاترة يستاهلوا. ليه يا حاج؟ قال لك الكشف بيوصل عندهم ل 2000 جنيه وما بيدفعوش ضرائب، والعمليات بدون فاتوره. طب هو الدكتور هنا بيقول او النقابه بتقول 79,000 عياده، 1% بس منهم في اماكن مهمه، يعني المهندسين، مش عارف باب اللوق، مصر الجديده، لكن في عيادات في القرى والمراكز والارياف. ده يدفع ليه سكني؟ يعني انا ما اعرفش، انا ما اقدرش افتي في القصه دي بصراحه، يعني لانه اولا لان الدكاتره غاليه عليا جدا بصراحه، يعني غاليه مش قصدي في زيتها غاليين، لان انا يعني اتعاملت مع دكاتره كتير في مصر، ودكاتره مصريين شطار جدا جدا، ومش بجاملهم الحقيقه. يعني انا عشت 10 سنين في تركيا وادي 33 هنا. لا الدكاتره المصريين شطار قوي 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 بجد، ودي مش شهادتي، دي شهادة حتى من جنسيات أخرى. فأنا ما أقدرش أفتي في الموضوع. لكن مين هيشيل الليلة؟ هو في الأساس نظام حرامي. أنا بس ملاحظ حاجة عايز أقولها للدكاترة. هي الحكاية بدأت بالإخوان المسلمين ودول أعداء الوطن، فاكرين القصة دي 14؟ ثم بدأت بالاستيلاء على أموال الإخوان. فاكرين أنتوا لما أنتوا قعدتوا تتفرجوا؟ برضو الدكاترة عايزين يتفرجوا. وبدأت بتجريد الإخوان من عقاراتهم وأموالهم، وأنتوا كنتوا عايزين تتفرجوا. ثم وصلنا إلى مرحلة الناس اللي قاعدة في بيوت عادية كده بتتهد عليهم البيوت بدعوى التطوير والطرد، زي مثلث ماسبير وغيره يعني، وسور مجرى العيون، وأنتوا قاعدين تتفرجوا برضو. ثم وصلت إلى مرحلة معلش هنهد عمارتين كده عشان إحنا هنعمل الطريق الدائري اللي موصل العاصمه الاداريه، وانتوا قاعدين تتفرجوا. ثم دخلنا على الاموات، وانتوا قاعدين تتفرجوا. النهارده جت عياداتكم بقى في الدور. طبيعي. والله العظيم
لن يسلم شخص في مصر الا اللي معاه النظام. ده موضوع تاني بقى، الا في طبقه ابراهيم عيسى بقى ونشأة الدي واحمد موسى ومصطفى بكري، دول ما لن يمسهم سوء. انما باقي مصر كلها لن يسلم منها حد. اهو النهارده الراجل اندار اهو على العلاجات، تخيل على العلاجات الطبيه، تخيل. انا بقول لك اهو، انا بقول لك خد الفيديو التاني ده عليا، لن يسلم مصري من هذا النظام، وكل واحد هياخد منابه بما يوجعه. مالكش اخ تقبض عليه؟ مالكش اخت اتبهدلت؟ الامن الوطني مش هيخش بيتك؟ بس ليك حاجه تانية، هناخد الشقه كلها. مالكش في الشقه مش هناخدها عشان مش في كوبري، في عياده بقى. طب مالكش في عياده، في ورشه. طب مالكش في ورشه، في مزرعه. مالكش في مزرعه، بص اي حاجه. ده نظام جعان.